ماذا تعرف عن الأرجيلة؟ يرتبط تاريخ الأرجيلة بنبات النرجيل، وهو جوز الهند، حيث ذكر الشاعر بطرس كرامة أن أصل الأرجيلة مشتقة من كلمة نرجيلة، أي النرجيل، وهي جوزة الهند، حيث كانت تفرغ من لبها ولبنها وتتخذ كآلة مخصصة للتدخين، خصوصا أن في ثمرة جوز الهند ثقبين، أحدهما يجهز كمدخنة يوضع فوقها مادة التبغ أو التمباك، وفوق التبغ جمرة نار. أما الثقب الآخر فكانت توضع فيه قصبة لامتصاص الدخان، بعد وضع الماء في الجوزة ليمر الدخان بها ويصبح رطبا قبل دخوله إلى الفم، ويسمع صوت قرقرة الماء أثناء التدخين. وقد تطورت الأرجيلة عبر الزمن حتى أصبحت بشكلها الحالي، وتفنن في صناعتها الحرفيون، وخصوصا أهل الإستان الذين صنعوها من النحاس الممزوج بالفضة والنحاس الأصفر، حيث كانوا يصنعون الأرجيلة من الفضة الخالصة للأغنياء، كما صنعها الدمشقيون من خشب المشمش المرصع بالأسلاك وعروق اللؤلؤ. تعد الأرجيلة أو النرجيلة أو الشيشة من أدوات التدخين، تتكون من أنبوب يمرر دخان الفحم المشتعل بالماء قبل أن يتم استنشاقه. وتعرف الأرجيلة في معاجم اللغة العربية بأنها أداة لتدخين التبغ، وكانت بداياتها تستخدم بقاعدة من جوز الهند، ثم تطورت حتى أصبحت بالشكل الحالي بقاعدة زجاجية. أما كلمة الشيشة التي تطلق أيضا على الأرجيلة في بعض البلدان، فهي كلمة أعجمية تعني الزجاج، وتشيع تسمية الأرجيلة في مصر باسم الشيشة. ما أبرز أضرار الأرجيلة؟ يعتقد البعض أن الأرجيلة بديل آمن للتدخين، إلا أنها أشد خطورة على الصحة، وقد تتسبب بالإصابة بالكثير من الأمراض التنفسية وأمراض السرطان المختلفة، كما قد تضاعف احتمال الإصابة بالأمراض المعدية. وفيما يأتي أبرز أضرار الأرجيلة: أولاً، تحتوي على مستوى عال من المركبات عالية السمية، مثل أول أكسيد الكربون والقطران والمعادن الثقيلة والمركبات المسرطنة، كما تحتوي على مواد كيميائية ضارة. من أضرارها تزيد من إدمان الجسم على النيكوتين لاحتوائها على كميات مضاعفة منه مقارنة مع السجائر. تساهم في زيادة أمراض القلب والشرايين وسرطان الفم وسرطان الرئة. تعمل على ولادة أطفال بأوزان منخفضة إذا تم تدخينها من قبل النساء الحوامل. تسبب انتشار الأمراض المعدية، خصوصا عند تدخينها في المقاهي العامة دون التأكد من تعقيم الأنابيب. تؤثر الأرجيلة بشكل سلبي على صحة الإنسان، كما أنها تؤثر على صحة الحامل والجنين، فلا بد من الإقلاع عنها للوصول إلى صحة أفضل.